السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية كبيرة لكم أصدقائي من كندي. أصدقائي، كل الأشخاص اللي بتحكي عن حنين حسام طبعا 90% هن راكضين ورا لايكات واشتراكات ومشتركين. أنا ما بعرف كنت مين حنين حسام. امبارح عن طريق اليوتيوب كتير ناس سبت، كتير ناس غلطت حنين حسام، حبيت أدخل أشوف مين هي. حنين حسام طفلة غلطت، عمرها 20 سنة، 21 سنة، غلطت على مواقع التواصل الاجتماعي على التيك توك. حكت انه الناس البنات المحجبات يطلعوا ويعملوا لايف بياخذوا 26 36 دولار واكثر واكثر حسب الناس اللي راح تنجذب لشخصيتها. اصدقائي، ما بعرف هذا الفيديو راح لمين راح يوصل، وبعتذر عن عنوان الفيديو. حنين حسام اذا كان عن جد غلطت لازم تتحاسب في القانون، يعني يكون في شرطة، في قانون، مو تتحاسب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي اللي طلعت كل العالم سبت هاي البنت، واللي طلعت كل هالعالم غلطت عليها، وطلعت كل هالعالم مسكت حنين حسام وكأنيتها هي، يعني هي المهرب النووي لهالبشر كلياتها، وكأنيتها هي يعني من كفار قريش ونحن من المسلمين من عزمان الصحابة، مشان شوية لايكات وشوية اعجابات وشوية مشاهدات. يعني هي عمرها في النهاية 21 سنة، وإذا كانت تتعاقب تتعاقب عن طريق قانون، مو تتعاقب عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، عن طريق شتم أو طريق كذب أو شي موجود وشي ما موجود وشي بصير وشي ما بصير. يعني حنين حسام في النهاية إلى أهل، في إلى قرايبين، فصلت من جامعتها، انحرمت من مستقبلها، رح تطلع هلا من السجن بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة، رح تطلع إنسانة منبوذة من المجتمع، إنسانة يمكن تكون في المجتمع شيء كويس لو انتصحت بطريقة صح. يعني الأشخاص اللي رقدت أنه هذا الشيء ما بصير ينتشر كان بحثوا ينصحوها بطريقة كويسة، يوصلوا لها الشيء لمخها لأن عمره لساتها 21 سنة، بعد ما تطلع تسبوها وتغلطوا عليها وتساوها هي الوحيدة في هالدنيا. يعني مثل حنين حسام أكيد في شيء كثير في مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي هو مكان للترفيه والتسلية، وقت حدا بغلط بطلع مو شخص، بطلع حدا بوصل فكرة لأهله لأله شخصيا خلي يرجع عن هالشي، بس مو بطلع بياخد فيديو من عنده بينشره على اليوتيوب عنده أو على قنوات كبيرة، تلفزيون كبير. أنا كنت متابع امبارح، شفت إنه كل القنوات الكبيرة اللي أنا متابع كلها عم تحكي على حنين حسام، هو بتحكي عليها بكلام بذيء كتير كتير كتير، وعم توصفها بكلام سيء كثير. لازم ما ينتشر على موقع التواصل الاجتماعي، لان موقع التواصل الاجتماعي كل الاطفال عم يشوفوه، صغير او كبير، كل العالم عم تشوفه. وحنين حسام فالطريقة اللي انتم نشرتوها على موقع التواصل الاجتماعي اذا كانت غلطانة على 6000 او 10000 او 15000 شخص كان متابعة، صار لملايين الاشخاص صار يعرفوا مين هي حنين حسام، وصار يدخل يدور على حنين حسام اذا كانوا اطفال مراهقين عمرهم 14 سنة او 13 سنة او 15 سنة. هلا راح يدوروا على حنين حسام بس ليعرفوا ايش عملت، لان انتوا اللي نشرتوها، انتوا اللي شهرتوها، انتوا اللي خليتوا اذا غلطت الغلط ينتشر اكثر. تحيه كبيره لكل الاشخاص اللي عم تشوف هذا الفيديو، وقفوا الحكي عن حنين حسام، وحتى لو غلطت تتحاسب في القانون، تتحاسب في اي شيء، في قوانين، في دوله، في كذا، بس ما تنتشر على موقع التواصل الاجتماعي، لأنه في النهاية إلى أهل، إلى عادات، إلى تقاليد. غلطت على حسب عقليتها أنه هذا الشيء اللي عملته هو ما هو خطأ، أنه هو مجرد ترفيه، هو مجرد كسب مصاري، هالشيء غلط في المجتمع اللي نحن عايشين فيه، بس ما أنه ما يتحسب هالطريقة اللي أنتوا عم تنشروها عليها. بعتذر كتير عن عنوان الفيديو اللي راح أكتب فيه أنه فضيحة حنين حسام، وكل شخص حكى عن حنين حسام، شخص حكى 90% ما رح اقول 100%، لان في اشخاص طلعت حكت وجهة نظر ما هو اكثر، 90% طلعت لتاخد شوية بصمات وشوية لايكات وشوية مشتركين ما هو اكثر. ما بعرف هذا الفيديو لوين رح يوصل. تحية لكم اصدقائي، وحرام ينتشر، حرام اي شخص يغلط ينتشر على موقع التواصل الاجتماعي وينسب، لاني في طريقتك انت اللي عم تسبه، اكيد هي ما راح ترجعه عن خطأه، وما راح يرجع لصوابه، وما راح يرجع للشيء اللي هو مقتنع فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واتمنى الاشخاص هذا اللي تشوفوا الفيديو، انا بكرة وبعد بكرة راح امسح هذا الفيديو، بس راح انشره اليوم وبكرة، لاني انا امبارح ف
فتحت على اليوتيوب، كل اليوتيوب عم بسب حنين حسام. وحنين حسام بعد ما نطلع من الأزمة اللي هي فيها بعد سنة أو سنتين، لو حنين حسام عندها محامي بتحسن تحاسب الأشخاص اللي سبوها في مواقع التواصل الاجتماعي كلياتها، وفي قنوات كتير سبتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بتحسن تسبن بيطلع بحسن تطالع تعويض. ولو أي شخص غلطان طلعنا سبنا في أي طريقة، فنحن صفينا في حديقة حيوانات ما صفينا مجتمع شرقي. السلام عليكم.